السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الفنان ديال نسيم هيول، مرحبا بك أولا في موقع المحمدية لايف. احنا اليوم وصلنا واحد الخبر ديال واحد المعاينة ديالك مع المرض، ويعني وكاين واحد النوع ديال الإقصاء والتهميش. سمعنا بعض الفنانين اللي ذكروا، قال لك سيم هيول كيعاني بوحده ومعاناة يعني خيبة. لهذا بغيناك تقدم لنا راس وتعطينا توضيحات حول المرض ديالك، وشنو وقع بالضبط سيم هيول؟ اولا كنشكركم على هاد الالتفات اللي جيتو كتسولوا عليا، الله يجازيكم بخير. واختاريت هذا المكان هنا في المحمديه اللي كنت كيفكرني ذكريات دري صغير. قد ولدي كنت كنجي نلعب هنايا، جيت لافاليز كنت باقي صغير. على العموم مهيول كيعيش العذاب، كنعيش العذاب في هذه المدينة الجميلة ديال المحمدية اللي زدت فيها في 1959. مهيول ما عندوش غير مرض واحد. أنا دابا عندي السكر وعندي الطنسيو وعندي الكلاوي مؤخرا اللي ألموني بزاف وشديت الفراش. ومع الأسف الشديد فنان بحالي اللي عطى الصحة الفنية الكثير وما استفدش تصحيا، عندي بطاقة رميد. من العار تكون عند فنان عطي 37 سنة ولا أكثر في الميدان اللي ضحك الملايين واليوم كيضحكوا عليه. عندي بطاقة رميد اللي ما نفعني بوالو، درجة أنني كان مشيت لسبيطار المخزن ديال الحسنيات، ما مشيت ما لقيت حتى واحد في الصباح ورمضان ملي جاو باش عطوني ورقة باش نهبط للسبيطار. أنا كنموت كنتألم، عندي الحجر في الكلاوي وعندي الحجر في النبولة وبطاقة رميد وغادي للسبيطار المخزن، سبيطار مولاي عبد الله. وقال لك غنعطوك رونديفو باش يشوفك الطبيب، وملي يشوفك الطبيب عاد يعطيك ورقة ويدير لك رونديفو باش تمشي للدار البيضاء وعاد باش دير العملية. اللي جيتي تتبع هادشي ديال رميد والمساعدة الطبية على العموم أنا مكرفس، مكرفس ولادي مكرفسين واحد الحاله يرتلها. السكن ما كاينش، كمان بيت وكوزينه عشوائي فوق السطح. عاتي لي الوالد ديالي راجل شيباني وعمى، نقولوا هنا غدا يموت غدا يموت الا مات يلوحوني الورث انا انا ولادي. عندي وليدات صغار، هذا الكبير، عندي حمزه صغيوار، عندي بنتي، عندي والمراه غير مرا ديال الدار ما عندها ما دير. فنان كيشوفوا فيه الناس، شوفوا في هذوك ديال برا اللي كيعطوهم البلاير، هذوك هما اللي فنانة. ما حنا قلتي شي فنان مغربي مرفه راه الزبونيه والواسطه والمعرفه والتليفونات. اما مسكين اللي عنده الله تعالى بحالي ما كاينش. شغنقول لك بطاقه المهنيه لا شيء، ورقه ديرينها في جيوبنا بحال كيشي اوتوماتيك. الفرق مول الكيشي غيدخل يخرجوا لي الفلوس، حتى دخلها تخرج لك 3 سنين ولا 4 سنين ديال الحبس باش غدخلهاش تستافد. والو والو، ما كاينش شي مدخول، ما كاين حتى حاجه. المدخول الوحيد هو من الفن، هو اللي كاين. اش غندير كروسه ديال الخضره تجمع لي الجوقه؟ اش غادي ندير انا؟ نبيع ونشري، اش غندير؟ نخدم فوزين وانا في هاد لاج وهاد الامراض وهاد الهم، اش غندير انا؟ يلا انا فكرت في انتحار، ولكن الوليدات كي غدير تحرقوا معك تحت تو الدراري كي غدير. يعني سي مهيول الى فكرنا مزيان، يعني هاد الميدان الفني ربما هو ميدان موبوء، يعني فيه الوساطه فيه المعارف فيه تدخل. ويلي ويلي، وداك الشيء كثير عندهم. وخصك الى غيعطوك جوج دريال تسيني على 6 دريال ولا 10 دريال وتاخذ ريال، ولا ربما تسيني بلا ما تعرف الثمن، هما تمشي تعادي يديروا الثمن. تشفارت راه اللي خطير. انا الرساله اللي بنوصل لهاد الناس المسؤولين على القطاع عندنا حنا، انا راه غنتحاسب على 3 الوليدات، انتوما راه غتحاسبوا على 50 مليون، غتحاسبوا على غيكون الحساب ديالكم مع سير قدام الله تعالى. شغنقول لك الواقع مؤلم بزاف. الناس ما قدراتش، لكني فنان مساك اللي ما قدوش يدويو. انا راه وصل السيلو الزوبه، وليداتي كيموتوا بالجوع، كتشوف شي واحدين ما يضحكوش مش والله ما يضحكوا ما والو، مدفوعين ما
وحنا كنتبرداو اللي عطينا وباقي فينا ما يعطي على الاعمال ديالنا اللي كنا كنديروا. السير حتى تجي داك باناشي اللي دارت ومعها شي لعبه الاله مسرحيات وكذا ومسلسلات وسكتشات كنا كنضحكوا المغاربه. هاد الزبل اللي كيدوزوا دابا ما رادينش عليه المغاربه. عجبك هاد الزبل هذا اللي كيدوزوا دابا؟ انا هزال هاد الشيء اللي كيدوزوا قال كيضحك غير المسؤولين بوعدهم، اما بقيه الشعب راه ما كينشطهمش هاد الشيء. تخلوين الله يشافيهم هاد الناس، الله يشافيهم الله يشافيهم. يعني اللي فهمنا السي مهيول الفن ما عطاك والو، والان يعني ملي كنتي في الله العظيم ومن سما روحو الرحمن شتي هاد الناس مسؤولين راه نعطيهم واحد. شتي انا دابا انا كندير معاكم استجواب والطونوبيلات هما واقفين والناس وهذا، راه الغناء راه المعنوي كاين. انا راه محبوب مع الناس، راه كركب مع ماما مع الطاكسي هو فقير ما يبغيش يتخلص. كيقول لها استاذ ديالنا دا العسير راه كنتقدا شي حاجه، وكيقول لها استاذ الدنيا عانيه ولا المحبه ديال الناس راه ما سهلاش والله ما سهله. نهار كتموت راه كيتبعوك دوك الناس راه كيحبوك، اما اللي ولكن الفلوس بطريقه غير مباشره والتشفرت كذا راه كيتبعوا على الوراثه والمنافقين، راه كيحبوا على فلوسه ولا الجاه ديالو، اما باش يحبوك هاد الله راه ماشي سهله. ولكن سي مهيول المحبه طبيعه الحال كاينه، ولكن لا تسمن حتى هي ولا تغني من جوع، ربما ما غاديش تغدي لك ولا تعشي لك والو. ما كاين والو، الناس كينظروا لك ديما انت غني صافي، كتبان في التلفزيون شي حاجه صافي، كتبان في التلفزيون ما خصكش حتى هو، ما خصك تشطر، ما خصك كتبان لي مرفح. ديال العطاء هذه ظاهره معروفه في المجال. شوف واحد المثل الفرنسي، انا واخا ما كنتقنش الفرنسي كنقول لك لي في مارميت فون لي بون سوب، راه الحلاوه دابا تلات فيا، راه نركب فمي دابا انا وندير كرافطه وشويه الريحه ويدخلني المصروف ونصحنا نولي نطير. راه ربما عاد خديت الخبره وربما نعطيو نطلعوا اجيال على يدينا نعلموهم الحرفه. ولكن التهميش كيكبتو فيك المواهب وكيجوعوك وكيقهروك بالعاني، اش يقولوا ربي هاد الناس؟ إلا كانوا يأمنوا بالله، أنا سويرت كيأمنوا بالله الناس، أنا ميقل، لو كانوا يأمنوا بالله ما يديروش خوتهم بحالكا، ما كيأمنوش بالله هاد الناس، داكشي اللي كنشوفو غير النفاق. لقيتي راسك بوحدك دابا حاليا؟ أنا والو، الدراري الصغار، المرا يتيمه، مرا بلديه حتى لا مت تحت في لافاليز، دابا الدراري كيفاش غيديروا؟ شكون غيهزهم؟ المرا دابا هنا وصل السيل والزوبه. قلت لك فكرت في الانتحار. ما كاينش شي مساعده، شي واحد طلع عليك، شي واحد يسقسك؟ لا لا، كاينين بعض الاصدقاء. دابا انا باش عايش؟ باش عايش؟ عايش مع الاصدقاء من الدراري الجاليه ولا هذا، ولا اصدقاء هنايا في المغرب. تالي الريح يا من يعطي ما هي من يشد. وهاد الناس انا ما عرفتش، خليني ساكت غنمشي للحبس. انا بقيت داوي غنمشي للحبس، انا ما باغيش نمشي للحبس على قبل ولادي. مرة ندير عمل نكحلها اللوح ونكحلها الروانه، ولكن لا، علاش غندير انا هاد الشيء وانا الناس كيشوفوا فيا داك الطناشي داك مهيول الظريف الزويون كتاع هذا الودينا تو قلشات اش نطيو؟ وليداتي كاع قلشين بحالي. مطلوب هاد المسؤولين الله يشافيهم، راه مراد هاد الناس هنا، واش هما ما فراسهمش؟ ما حالمينش على هاد الشيء، راه عالمين عليه ولكن كيمشوك يوركوا عليك. ما شوي خرج منا الزيت ولا ما والله الا حشوم عليهم. والله رساله اخرى، رساله كاين الله تعالى وكاين سيدنا الله ينصره، ولا بغى يعتق هاد مهيول باقى فيه شي شويه البركه. لا بغى سيدنا يعطيني شي سكنت انا في نسكن شي كريمه باش نعيش وليداتي، ولا نتخلص من البلديه واخا السميق باش نعيش هاد الوليدات، ولا ما حشوماتش. كيبكي كيبكي من العار، حنا مغاربه ومسلمين اصاحبي، فينا غير السميه. اسمع لي يا استاذ.